عايز اتكلم عن عبد الله السعيد. حاسس ان مش حاسس يعني اللي احنا بنشوفه برضو في نسخه الدوري ده مش ده عبد الله السعيد برضو؟ لازم اعذره طبعا عبد الله، الناس عارفاه والفينش اللي نهى بيه السنه اللي فاتت قبل الاصابه. عبد الله السعيد 38 سنه، راجل راجع من صليبي فلازم نصبر عليه. قبل الصليبي ربنا يعني ورجعه بالسلامه اهو، قبل الصليبي عبد الله كان في فورمه كبيره جدا، فانا لازم اخد وقت وهيبدا يرجع، فالموضوع هيبقى صعب شويه مع المباريات ومع الخبره بتاع عبد الله. عبد الله هيرجع ان شاء الله تاني. عبد الله السعيد اللي انا واحد من الناس بحب اتفرج عليه، وجود بقى واحد زي الكارت كورته حلوه ومهند لاشين بره احمد في توفيق في توريه كمان بلاد توريه، اعتقد ان الفريق بيراميدز هل باتشيكو يعني. من اللي انت تعرفه عن باتشيكو هيصبر على عبد الله السعيد ولا هيبتدي يدور؟ لا عبد الله عنده الخبرات كبيره ان هو يقدر، بس هو الراجل دايما بيدور. يعني انت عندك اللعيبه دي ممكن المباراه اللي جايه تلاقي فيه اربعه خمسه متغيرين، هو بيحب كده. انت عندك خط الظهر غايب عنده علي جبر، عنده علي جبر واسامه جلال احتياط، دول في اي وقت يكونوا اساسيين. لسه اجي لك بقى، محمد حمدي مش موجود خالص، كريم حافظ مع المنتخب بيلعب. كريم حافظ بيلعب، عندي الشيبي، احمد فتحي مش موجود. يعني انت لما تيجي تحسبها واحمد توفيق موجود، احمد توفيق وبلاد توريه ومهند لاشين في الملعب، اعتقد فخري لقاي الراجل الافريقي الثاني كريستون مايلي هو اللي بيلعب، عندي مصطفى فتحي، عندك رمضان صبحي. لا الموضوع كبير. ابراهيم عادل ربنا يرجعه من الاصابه. انا اعتقد ان الموضوع في بيراميدز عندهم سكواد قوي جدا، هم بينفذوا المهم ان هو مطلوب منهم من المكسب، فهم بيعملوا كده. لكن ككره حلوه وكده لسه ما شفناش الاداء المنتظر من بيراميدز.